تحت الضغط. محمود فرج ومحمد علي، محمد علي ومحمود فرج، محمد علي باشا هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني. تمام، اتفضل. محمود فرج طبعا اتدربت لما قلت يا بس، صح؟ صح، منا لك كل التوفيق يا رب. نطمن على محمد علي. تمام، تحت الضغط كاونتر. ما هو النظام الحكمي في دولة موريتانيا؟ موري. صح. من هو رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي الحديث؟ صح. كم عدد الدول التي تملك حق الفيتو 5 بشكل دائم؟ صح. ما هي عاصمة دولة الصومال؟ نواكشوط. غلط. من هي المطربة الراحلة صاحبة أغنية بامبي؟ شجع. غلط. في عهد أي حاكم لمصر تم افتتاح مدرسة الثانية لتعليم الفتيات؟ خديوي إسماعيل. صح. في أي قارة يقع نهر ميكونج؟ آسيا. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة إيران؟ ريال. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عادل في مسلسل راجل وست ستات؟ أشرف عبد الباقي. صح. في أي رياضة يحترف البطل المصري علي زهران؟ سباحة. غلط. عايز برافو عليك. سبعة. برافو عليك. عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك حاجة، حسبت موريتانيا كان لازم يبقوا 8. حصل حصل. أنت جاوبت على أسئلة أصعب بكتير. عايش عايش. الصومال وموريتانيا. أنت لخبطت ما بين الصومال وموريتانيا. معلش. تمام. طيب سليم، عايزين محمد علي ينضم لينا. بس كويس. شفت بقى إن التدريب، أنا نزلت مرتين قبل كده والمرتين جبت فيهم 4 وكان سبب في الخسارة. ما أنت اتدربت تاني، تعالى محمد مكاني. الحمد لله. أصحابك بيقول لك محمد علي باشا طبعا. أوه. صح؟ وبتحب اللقب ده ولا لا؟ عادي. باشا عادي؟ بيتقال لي أسامي كتير ف طيب بص يا محمد، عايز تعرف محمود عمل إيه ولا لا؟ لا مش عايز تعرف. أوه. بس هقول لك على معلومة مهمة، أنا قلت العشر أسئلة كاملين. تمام؟ تمام؟ الأسئلة مش صعبة ما تقلقش. تحت الضغط كاونتر. ما هو النظام الحكمي في دولة موريتانيا؟ جمهوري. صح. من هو رائد مدرسة الأحياء والبعث في الشعر العربي الحديث؟ بص. كم عدد الدول التي تملك حق الفيتو بشكل دائم؟ 5. صح. ما هي عاصمة دولة الصومال؟ مقديشو. صح. من هي المطربة الراحلة صاحبة أغنية بامبي؟ سعاد حسني. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم افتتاح مدرسة الثانية لتعليم الفتيات؟ سعيد. غلط. في أي قارة يقع نهر ميكونج؟ آسيا. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة إيران؟ ريال. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عادل في مسلسل راجل وست ستات؟ عادل إمام. غلط. في أي رياضة يحترف البطل المصري علي زهران؟ كراتيه. غلط. طيب اتفضل. ست إجابات صحيحة ومحمود فرج معاه 7 إجابات صحيحة. الحمد لله. هارلك هارلك ولكن كويس. كويس يا محمد. طبعا ستة كويس جدا، لأن محمود عنده خبرة ونزل قبل كده مرتين، دي تالت مرة ينزل تحت الضغط، فكويس جدا إن أنت جبت 6. ولكن في سؤال أنت قلت عليه باس، وأنا في رأيي إن إجابته عندك. من هو رائد مدرسة الأحياء والبعث في الشعر العربي الحديث؟ أحمد شوقي. لا خلاص كده مش هزعل. البارودي. طبعا. وبعدين مين اللي لعب مسلسل راجل وست ستات؟ أشرف عبد الباقي. هارد لك. السؤال الوحيد اللي ما تجاوبش رقم 10، في أي رياضة يحترف البطل المصري صعب. علي زهران. طبعا في الجمباز. طبعا لعيب جمباز عالمي ونحيي علي زهران. طبعا بطل المصري. طبعا لازم نحييه. محمد ومحمود، محمود ومحمد، نحييهم كلنا. اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. محمد علي كنتوا كام يا محمد؟ مش فاكر. كنتوا 50. وكم إجابة صح؟ 6 ب30 نقطة، بقيتوا 80. محمود فرج كنتوا كام؟ 90. 90 و7 إجابات صح؟ 35 و10 نقط. و10 نقط هدية من محمد علي باشا. 135. 135. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.